تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية تقرير حول سير العمل بالمراكز التكنولوجية في جميع محافظات الجمهورية لمتابعة تطورات الموقف في ملف التصالح على مخالفات البناء والإجراءات التي تتم للتسهيل على المواطنين لدفع العمل بملف التصالح وفقا للقانون الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023 ولائحة التنفيذية. أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن العديد من المراكز التكنولوجية بالمحافظات شهدت إقبالا كبيرا من المواطنين الراغبين في التقدم بطلبات للتصالح على مخالفات البناء وفقا للقانون الجديد، وذلك مع اقتراب انتهاء الفترة الزمنية المقررة لعمل القانون في مطلع شهر نوفمبر المقبل. كما أعلنت تنفيذ إجراءات مسيرة للتسهيل على المواطنين في التصالح بجميع المحافظات. هذا وأعلنت وزيرة التنمية المحلية أيضا إلغاء رد جهات الولاية من شهادة البيانات وإتاحة التصالح على الجراجات وتسهيل إجراءات التصالح على قيود الارتفاع. وحثت وزيرة التنمية المحلية جميع المواطنين أصحاب المباني والوحدات المخلفة بسرعة التقدم للتصالح عليها للحفاظ على ممتلكاته وثروتهم العقارية، بالإضافة لحصول الدولة على حقوقها والتي ستعود مرة أخرى للمواطنين في شكل مشروعات تنموية وخدمية في كافة القطاعات المعيشية.